يدخل معاهم الداهية في المركز الرابع. راح نشوف وراح ننتظر انطلاقة هذا الشوط من رئيس لجنة سباق السلوقي. انطلاقة راح تكون انطلاقة قوية وشوط قوي من المتسابقين ومنافسة قوية بين تريليون أورجانيك قيادة والداهية وباقي السلقان مجهولة. وراح ننتظر هذا الشوط وانطلاقة قوية من السلوقي رقم واحد وقت، ولكن هناك السلوقي رقم راح نشوف معكم تأخرنا ولا جمهور السموحة منكم. راح نشوف السلوقي رقم أربعة الداهية ملك عبد الرحمن أحمد السلوطي، ولكن نشوف السلوقي هناك أورجانيك رقم سبعة أورجانيك ملك سالم عبيد الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. أورجانيك يا أورجانيك، وشوف يا جمهور، شوف 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 أورجانيك، وشوف السلوقي رقم أربعة الداهية، شوف السلوقي ركز على السلوقي رقم اثنين تريليون ملك فريق الحاشة تريليون أورجانيك. هذا الشوط القوي، شوط مولع يا جمهور أورجانيك تريليون، شوف 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 شوف, شوف. شوف يا جمهور أورجانيك وتريليون، وشوف السلوقي رقم ستة قيادة ملك أمان ماجد الجاسم، ولكن أورجانيك أورجانيك يا أورجانيك فاتح رجل في الأرض، شوط مارك شوط غوي شوط حماسي، وشوف تريليون ملك فريق الحاشر، ولكن أورجانيك أورجانيك مسيطر على هذا الشوط، مسيطر في هذا الشوط في هذا الميدان على هذا المضمار. ما شاء الله ما شاء الله أورجانيك ملك سالم عبيد الشيباني الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. تريليون يا تريليون ملك فريق الحاشر تريليون أورجانيك، وشوف السلوقي رقم ستة قيادة ملك أمان جاسم الجاسم ملك أمان ماجد الجاسم. أورجانيك وتريليون أورجانيك وتريليون، شوف يا جمهور شوف هذه المسافة، شوف 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 ركز شوف ركز، باقي 500 متر لنهاية هذا الشوط، 500 متر 400 متر، ولكن أورجانيك مسيطر في هذا الشوط، أورجانيك مسيطر في هذا الشوط، شوط حماسي شوط قوي. أورجانيك حاصل على المركز الأول في بطولة فزاح فئة الذكور ومرشح بقوة في هذه البطولة، ولكن تريليون ومرشح أيضا بقوة في هذه البطولة، مرشحين أقوياء ما شاء الله، سلقان قوية في هذا الشوط في هذه البطولة، بطولة جمعية القناص الدورية 12 للسباق السلوقي. ألف مبروك للمتأهلين في هذا الشوط. أورجانيك في المركز الأول، تريليون في المركز الثاني، ست قيادة في المركز الثالث، وشوف السلوقي رقم واحد وقت ملك أحمد عبد الجبار في المركز الرابع. ألف 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 مبروك لل 16 سلوقي المتأهلين في هذه البطولة، وحظ أوفر للبقية، حظ أوفر للبقية، ونشوفكم إن شاء الله في نهائي هذه البطولة، نهائي بطولة جمعية القناص الدولية 12 للسباق السلوقي 2022. راح انتظرون إن شاء الله تاريخ 12 السبت الجاي مع نهائي قوي مع سلقان أقوياء، تحدي وإثارة ومنافسة بين الأشقاء.